الحبل. الحبل يعتبر من التمارين الأساسية في الملاكمة، وأي أحد يبغى يتعلم ملاكمة لازم يتعلم كيف ينقز الحبل. فائدة الحبل يعودك على وزن جسمك، يعودك على وزنية جسمك، كيف تنقل وزنك من اليمين لليسار برجولك، طبعا كيف تنقل وزنك من رجلك اليمين لرجلك اليسار. وأي أحد في البداية طبيعي ما حيقدر ينط الحبل، حيواجه صعوبات في البداية، فطبيعي جدا خصيصا أول أسبوع. وأفضل طريقة أنك تبدأ فيها الحبل أنك تسوي مرة واحدة بس، وقبل ما تبدأ الحبل لازم يكون وراك، والنط أو النقص يكون برجولك الاثنين كبداية، برجولك الاثنين ارفعها الاثنين عن الأرض كبداية بس، وقد ما تقدر حاول رجولك تكون قريبة من الأرض. والمرة هذه كررها كل شوية، زيدها مرة، يعني أبدأ بمرة ووقف، أبدأ بمرتين ووقف، وكل شوية زيدها، يعني زيد العدد مرتين ثلاثة أربعة لين ما تتقنها باستمرار، إلين توصل لمرحلة أنك تنط نط مستمر أو نقز مستمر.